السلام عليكم مشاهدي قناة المجلة الأكارم. تعالوا معنا أحبتي لنتعرف عن الذين يخرجون من المقابر إلى الجنة مباشرة، فأهلا ومرحبا بكم. المجلة، قناة الإبداع في عالم المعرفة. أحبتي المشاهدين، يقال إن طائفة من العباد خرجت من المقابر للجنة، ثم نادى عليهم سيدنا رضوان وهو حارس الجنة، يقول لهم: إلى أين ذاهبون؟ أنتم لم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان، فكيف تدخلون الجنان؟ قالوا: يا رضوان، نحن لا نقف لحساب ولا لميزان ولا لنشر ديوان. ثم قالوا: أو ما قرأت القرآن؟ قال: نعم بلى قرأت. قال: وفي أي شيء من القرآن أقرأ؟ قالوا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: وكيف كان صبركم؟ قالوا: كنا إذا أسيء إلينا حلمنا، إذا جهل علينا غفرنا، إذا أذنبنا استغفرنا، وإذا ابتلينا صبرنا، وإذا أعطينا شكرنا. رد قائلا: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مشاهدي الكريم، إذا ابتليت فثق بالله ولا تجزع، وإذا عوفيت فاشكر الله ولا تقطع، وإذا وقف بك أمر فلا تيأس ولا تطمع، وفوض أمرك إلى الله فنعم المرجع. وإني داعي فأمنوا عسى أن يستجاب لي ولكم. اللهم اجعلنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم خذ بيدنا إليك ودلنا بك عليك. اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى يا رب العالمين. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة، وانضم لأكثر من 1,000,000 مشترك، وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.